نتوما فقيه بن صالح وقيته ديال الفطور شفتوها دابا راه يلا ادى المغرب البنات هاتي الوقيته ديال الفطور لا شيء يدور انا راه ما تعطلت انتوما البنات انا راه كنصور لكم عز كاع نور هالنور عين ليه تنعرف نسوق سعداتي نور هان دابا من كنبغي نبدل الفيتاس كتشد ليا شوفوا 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 يا بن صالح اتو الصباح ونور هان حاضياني ضرني الجوع بغي نفطر بحال تقولي هي اللي صايمه واه انا اللي صايمه اليوم شوف قيم بن صالح البنات ها قيم بن صالح ها مدينتكم المتتبعين دابا راه وقيته ديال الفطور وحنا باقيين تندورو واه صباح باقا كدور ايوا بنيتي تيدورنا على الشغل والخدمه شوف راه يمكن نادى اللي كتصاوني رسول الله العكفه العكفه الصراحه والله حتى العكفه كتجيني زوينه ياك البنات حتى العكفه كتجيني زوينه المهم انا غادي نوري لكم البنات فاش كنت مع نور هان كنا في المحطه كنتسناو اشنو اللي خدينا فتوصلت بالحلوه من عند نعيمه خنيفره اللي كنشكرها بزاف بزاف هي صراحه متتبعه وفي نفس الوقت صديقه ديال العائله راه هي اللي كانت صايبت الحلوه العواطف السي محمد فاش كان السبوع قال فالله اكبر انا نكمل معكم البنات كمل البنات الاذان تقبل الله منا ومنكم المهم غادي نوري لكم اشنو اللي جبت قلت لكم نعيمه فهي ولات صديقه ديال العائله اللي كنشكرها بزاف بزاف هي الصراحه اللي كتصايب لنا الحلوه كانت ما تصايبه ليا مسكينه فاش بغا يدخل رمضان قالت لي نصايب لك الشباكيه والبريوات قلت ليها راه غادي نصايبهم انا وليني معاه وقعوا شي ظروف وسميتو ما بقيت صايبتهم انا حتى عقبت صايبتهم عواطف وبنت جيراننا والوالده الله يحفظهم يا ربي ويخليهم لينا واحد دبانه الدور من هكا لهكا فما نشارك معكم البنات الحلوه اللي صيفطات لي نعيمه تواعره غزاله غزاله انا راه قديتها في بلاطو انا غادي نوريها لكم حقاش بناتي عزيز عليهم داكشي سامبل زويون ولاني كياكلوا باش ياكلوا ما صايبتش النويعات اللي فيهم اللوز ولا سميتو حيت ندى ونور هان عزيز عليهم هاد الشكيلات هادو صيفطات لي مسكينه التصاور قالت لي اختاري منهم اشنو اللي بغاو واختارت ندى ونور هان داكشي اللي بغاو وعقبات قادات ولينا الله يخلف عليها يا ربي امين انايا اشنو اللي وجدت انايا صراحه قاديت شويه ديال المخمر والمسمن سميك كرواسا وداكشي غير تقديتهم لانكم عارفين دابا مع الشطنه ديال تنجريو على الطرف ديال الخبز سميتو ما بقاوش ليا الوقت تنضلوا النهار كامل اخر نهار يعني يوم عرفه قبل العيد وكنت مازال كنليفري يعني تقريبا حتى لشي الربعه ديال العشيه وانا مازال كنليفري وعاد مشيت وشحال من حاجه ونادى كان عندها الطبيب ديال العينين حتى هما باش تبدل النظارات ديالها داكشي علاش تلاهيت مع شحال من حاجه وما بقيت وجدت لا كيكه لا ملفه كنوجد شكيلات مختلفين البنات وكتكون الطبله واعره ولكن دابا مع الظروف راكم عارفين مني المراه مني الراجل فاللي قدرت عليه وجدته وطرفته اللي ما قدرتش عليه غادي غنشريه وصافي وهكا وندوزو عيدنا ضاحكين ومبسوطين المهم غنوري لكم شنو التحضيرات وماشي غير الحلوه وداكشي كاين حويجات اخرين واعرين بقاو معايا في الفيديو انا نوري لكم البنات الحلوه فرانا جبتها وقاديت في البلاطو صيفطات لي مسكينه في الكرطونه نعيمه البنات غتلقاوني مغو التليفون ديالي انا نحطو لكم هنايا وغتلقاو صندوق الوصف راه كدير لا ليفغيزون للمغرب كامل يعني المغرب كامل كتصيفط فيه الحلوه كيف ما دارت هي راه خنيفره وصيفطات لي في السوبيره وصيفطات لي في الكرطونه حتى لعندي في الكارت عرضت ليها وجبتها يعني حتى برا صحابات برا وداكشي صحابات اوروبا اللي بغات الحلوه وسميتو مرحبا تواصلوا مع نعيمه راه تصيفط عليكم فين ما كنتو نوري لكم انا حقاش نادا كتموت على الغريبه ها انتم هنايا كاينه ديال الكوكو السميده غريبه نادا كتعجبها كاين غريبه هذه سميتو بزنجلان وهنايا كاينين نويعات ديال الصابلين غنوريهم لكم في البلاطو داكشي علاش قلت لكم
انا يا قاديتهم في البلاطو باش يبانوا لكم احسن. وهنا البنات الفقاص اللي كيحماقوا عليه البنات. انا بنات راه ما كيبغوش الحلوه ديال اللوز بزاف، كيبغيو غير الشكيلات بحال هكا. الحلوه ديال اللوز في الضربه اختكم، لكن على الله عندك صحيحتك. حسنت نشوى بها معكم كيس ديال القهوه. ها انتم البنات شفتوا الفقاص باللوز، عرفتوا واعر محمر. المهم غتلقاو النمره ديال نعيمه في صندوق الوصفه البنات في اول تعليق. اللي بغات تكوموندي على الحلوه تكوموندي. انا ندور لكم باش تشوفوا سميتو الحلوه مقاده في بلاطو، انا قاديتها في بلاطو عاودت غادي نغطيها باش هكا تصبح ليا موجوده غدا ان شاء الله العيد. تصبح ليا موجوده مقاده معاوده وعاد ندوز معاكم للمفيد. ها انتم البنات ها هي قديتها في البلاطو هاكا باش كتكون تبان لكم مزيان، لان هنايا في السوبر واخا هكاك ما بانت ليكمش. ها انتم فقاس وغريبه ديال الكوكو السميده، شفتوا فقاس كيفاش كيجي. هذا الصابلي نويعه تشوفوا، شفتوا البنات كيجي واعرين. نعاود نقادو هذا الشكيل، هذا تا هو ديال الصابلي، فيهم لوينات زوينين الصراحه. هذا هو البلاطو البنات، شفتوا كيفاش كيجي. انا قديته وعاودته باش هكا غدا ان شاء الله نصيبو موجود. انا تدمي. يا ربي يا ربي الله يخلي لكم امواتكم، اش الله يتمي معمر عليا وضحكوا. شوفوا هانتوما هنا لابسه، غادي نوض وغنوريه لكم كامل شنو اللي موجد العيد. وشوفوا قاديت ودرت سميتو ودرت هذا الطقم، هذا درا البلاكيور البنات شفتو. وليدنا راه جا زوين قاديت وعاودت، ولكن ضروري غادي نشارك معكم البنات شنو اللي موجد العيد. ماما كنوري لها شي حاجه كتعجبها، ودابا ملي حطيتيها تقول لي ياك ما ثاني شي حاجه اخرى هادي ما شفتهاش. قلت لها لا لا راه داكشي اللي شتي لحقاش وريتو لامي قبل، والصراحه عجبوها الحال وفرحات لي. الله الله يفرحكم يا ربي حتى نتوما البنات الدنيا واخره. معرفش انا واش نقفض، علاش لسه تقفض. المهم البنات انا غادي نوري لكم شنو وجدت، ولكن هذا الشيء اللي وجدت للعيد راه للبيع حتى هو، يعني غادي تكون سيغ كوموند. اللي خصها اي حاجه دخل تواصل معايا. بالنسبه للناس اللي كانوا كيصيفطوا لي على الجلال ولا راه ساله ستوب، داكشي علاش ما بقيتش جاوبت ما كملتش. يعني كاينين لي ميساج تبارك الله ما شاء الله عليكم كاملين، الله يحفظكم الله يخليكم. وشكرا للكليانات الزويونين اللي باركوا لي العواشر ودائما كيتفكروني، الله يحفظكم والله يقوي خيركم. كنشكركم بزاف بزاف على الثقه اللي درتو فيا وعلى لي كوموند اللي خديتو من عندي. حيد الموسيقاتي حيد الموسيقاتي خليني نكمل. كاينين بزاف البنات اللي قالوا لي صباح بغينا التشكيله الخاصه ديالك، بغينا شي حاجه اللي منبته، شي حاجه اللي مصايبه بالايد، شي حاجه اللي هكا تكون مميزه. ف سميتو الدرويش يلبس واللي عنده يلبس. البنات غادي نوري لكم هادو، انا وجدتهم خصيصا ليا، كنت دايراهم قبل رمضان، كنا انا وحسناء خدامين فيهم قبل رمضان، ولكن مع نتوما عارفين العواشر وبزاف ديال الحوايج وسميتو هادشي اللي كيكون مخيط وكيكون منبس كياخذ الوقت. داكشي علاش غادي نشارك معكم هادو حويجات ديالي انا، يعني العبار ديالي انا. اللي بغات اي حاجه فيهم تدخل عندي الواتساب وتواصل معايا، نقول ليها الثمن ديال اشنو بغات، وكتكون سيغ كوموند يعني تعطيني العبار ديالها ومصايب ليها. مرحبا على الراس العين، ها هو النيميرو التليفون البنات. خليو ليا ميساج في الواتساب وقولوا ليا صوروا ليا اشنو اللي بغيتو، قولوا ليا صباح هاد الحاجه ها هادي ها هادي ها العبار ديالي. مهم ونوري لكم الثمن، ومرحبا ما يكون غير الخير ان شاء الله. ومن ورا العيد راه غيكون الجديد في الجلابه البنات اللي عجباتكم. دائما الاثمنه جد جد مناسبه، كيف ما عجبكم الحال غادي نبقى معاكم دائما البنات، لحقاش نتوما عارفين المتطلبات ديال الحياه والمصاريف، وزيد على القرايه زيد على بزاف ديال الحوايج. الله يحسن العوال كل واحد، الخدمه راه ماشي عيب،
كنتي علاش ناض تقعدت وانتم نيت اللي شجعتوني انا كنشجعكم وانتم كتشجعوني تقول لي صباح اليوتيوب راه ما مضمونش وفعلا نيت يعني لا المشاهدات لا الخلاص لا حتى شي حاجه ما مضمونه داكشي علاش غادي نكمل في البيع والشراء ان شاء الله الله يرزقنا رزقا حلالا يا ربي اي وحده بغات الطرف ديال الحلال لوليداتها الله يرزقها طرف ديال الحلال والله يكون معاكم والله يستر لكم اموركم الله يستروا لي انا مع بنياتي ومع مويمتي ومع عائلتي المهم البنات غادي نوري لكم دابا عندكم هاد القفيطين هذا شفتوا هذا البنات راه منبت شوفوا هنايا الحجيرات المهم انا غادي نوريه لكم شفتوا والصيفات هادو مغلفين البنات انا غادي ندير وغادي نوريه لكم المهم هذا راه ماشي عيد قالت لي بابا والله يتداز عروسه عرفتو كنمشي عند حسن كنقول لها شوفي ها اللي بغيتو هاد السقاد ديال ياسين تقول لي هذيك العفريته ها عندك تصدميني في الاخر تبقاو انا وياها الضحك وتنقول لها راه دهاز عروسه لان منه انا نتمتع مع راساتي يعني الانسان ما غيدي معاه حتى شي حاجه سوى الاعمال والافعال وداكشي اللي تمتعتي به الحياه ومنها يكون واحد الكوليكسيون اللي هي خاصه بيا البنات انا غادي نشارك معكم دهازي ديال العروسه شوفوا داكشي اللي وقفتو في الكوزينه واللي شقيتو واللي تعبتو عليه وخرجوه من رجالكم وخرجوه من خوتكم من والديكم اللي ما عداش الراجل تنوض توقد مع خوها ولا مع اختها ولا مع المسؤول على الدار تما تضربوا في تمارا البنات العيالات اللي برجالكم الله يحفظهم ويخليهم ليكم وخرجوها منهم واللي حاد قاع تطلب صداقها مدوبل ناري غتقولوا لي انت بغيتي تخرجي علينا المهم البنات غادي نوري لكم التشكيله ديالي دهاز عروسه شفتوا اختكم شنو وجدت درك تجيني امي والكبيده انا تنوري في هادو كي جاوك انت اشنوما الحوايج اللي وريت ليك البارح زينين تبارك الله معوضين حاجه تجي مع ماليها وصافي هكاك شكريني شوف انا نشكر راسي في حيت قلتي نشكرك انا ما دايرش الزيف عندك ما دايرش الزيف ما دايرش الزيف امي يو هذا الزرق شطاني بغيت ماما والله تناخذ لك بحال والله انا غناخذ ونخيطو انا ما بغيتش ندير لي عقيق ما ندير جاك امي والله تاع يحلوا الحوانت تحل الحسنه ونمشي نجيب لك الثوب ياك والبنات جاب امي الثوب بحال هذا بغات الازرق بها لكن لبسوا انا امي بحال اللي ليالي ياك اختي وانا جيت عندكم المهم البنات انا نوري لكم نبدا لكم بالقفاط المهم كاين هذا القفطان هذا البنات وكاين هذا القفيطان حتى هو عرفتو في الصاله ديالو هذا البنات واعر عرفتو تويب حريري زوين ها زوين تبارك الله عرفتوا هذا تيترغوه انا مع عندنا البنات حنايا مدينه اللي سخونه بزاف في الوقيته ديال حطوا لامي موناتا يلا وخليونا كملوا التصوير هاكا لا حتى واحد بيقيس لك موناتك والله شي وحده وقاست لامي موناتا تنوري ليها المهم البنات عرفتوا مع حنايا عندنا مدينه سخونه كنبغي دوك التويبه ترطيط بين تكونوا حريريين تيتلغواو بحال ما هكاك هذا من هما البنات شوفوا فيه صم المهم انا غادي نعرف واش غادي ندير البنات غادي نكحز الكاميرا وغادي نوري لكم بعدا هذا كامل وعاد نلبس هذا باش تشوفوا ها زوين هاك قطبان هذا اه قطبان كل واحد بغيت عليدي تيجيني زوين تيجيك تيجي قلت لك شنو تديري ما عرف الازياء لا مولتي وتسحابي تسحابي هذا بحال القفطان اللي كحال هذا راه في صالته اخرى ربي راه ما يدخلش لا لا انت انا مولتي وقلت لي علاش ديتي جداد لا قلت لك علاش شتو تيعجبني زعما الله يحفظك ليا يا امي رفعي لي المعنويات ما درت رفعوا لي البنات انتوما المعنويات وعرفتوا كنت خايفه لا تقولوا لي هذا خايب الساعه الاغلبيه قلتوا لي جاك زوين وما حنا سننوعوا شويه بشويه باش تبدل النفسيه ديال الواحد انا نلبس امو قول لي الراي ديالك صافي انا البنات غادي نلبس وقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات هكاك وشجعوني ديروا اللايكات البنات اللايكات اللايكات وبارك
بارطاجيو مع العائلات وبارطاجيو مع اصحابكم، بارطاجيو مع اصحابكم، بارطاجيو مع العائله ديالكم. اللي عجباتها شي حاجه، اللي بغات تقدا شي حاجه، مرحبا على الراس والعين الناس. نوض نوري لكم هذا كيفاش كيجي. شحال البنات عندهم يلا خلينا نتصور. والله الا قلت شي حاجه دابا غنديك وختاري راسك. هاك شوفوا البنات هانتوما هو القفيطين اللي قلت لكم، عرفتوا راه كيجي واعر. انا كنحاول نبين لكم غير الحجر، شفتوا؟ وهادو الصديفات. والفصاله البنات كتكون ايفازي بحال هكا، واخا حتى رمضان راه ما خلى فينا والو، عا كنا دايرين ريجيم وجا رمضان قال نعس كاو. هذا نكمل لكم باقيه. المهم هذا البنات راه ديسپونيبل. العبار كيكون سيغ كوموند، يعني كتعطيني الوحده العبار ديالها كتعبر، وانا نصايب لي هذاك الشيء اللي بغات، شفتوا؟ ومخيط هنا بالعماره البنات. ما عنديش ولا ما قدت تختار، خلات تختار على خاطر شخرة زي شتي يلا هانا البنات هالقفيطين، شفتو؟ هذا راه التويب ديالو البنات حريري، شوفوا هنايا راه ملاقي بهاد العقيقات هادو البنات، شفتو هاد العقيقات ومخيط بالصم. والفصاله كيفاش كتجي هنا كيجي البنات، هنا الفصاله انا كتعجبني هذه اللي كتجي بحال ما هكا، وكتجي مطلوقه من التحت كلوش مطلوقه. المهم تخليو لي البنات الراي ديالكم، انا الخدامه دايره لكم عرض الازياء، تخليو لي الراي ديالكم في التعليقات، قول لي كي جاوكم هاد التشكيله هادي ديالي الجديده. هادي غادي تكون البنات سيغ كوموند، يعني اللي بغاتها مرحبا والف مرحبا تدوز عندي الواتساب البنات، شفتوا؟ وحتى اللي ما بغاتش هاد الشكيل هذا هنايا، يعني تكون سامبل مرحبا. انا يا راه ما بغيتش نخليها مفتوحه كامل، غيكونوا موديلات اخرين ان شاء الله البنات اللي خاصين بيا، بلي شويه هكا وشويه هكا. المهم اللي ما بغاتش هاد الشكيل هذا بحال ما هكا راه عادي، شفتوا؟ مرحبا. دابا القفاط راه درت جوج القفاط من البنات، غادي نوري لكم الجلالم حتى همايا. هانا خواتاتي، هانا يا الكبيدات ديولي، ها الازرق الملكي، هذا هو اللي عجب ماما بالحق، يعجبها اللون، قالت لي هادشي ديال الدريات الصغارات، ناخذ لها اللون اللي نديها تختار راسها. هاتو مع الازرق الملكي وملاقي بالعقيقه البنات، شفتو؟ بصي ما اش نقول لكم، وما خليتش فيها الجهد هاد العواجه زعما تبرعت بالمعقول، قرحت وما كديره الصبر ديالو، تنضل نروري النار كامل وتنضل نجري النار كامل، ما غنديو معنا البنات على اللي تمتعنا به واللي المهم جليل بات تنتمتعوا فيهم، منها تنخدموا للناس، منها تنتمتعوا حنا مع راساتنا. ولا اله الا الله، هادي البنات راه فيها الفصاله مخزانيه، وحتى اللي بغات الفصاله فيها ايفازي مرحبا، انا درتها مخزانيه باش نحاول نغير بحال ما هكا. المهم راها واعره، القب كيجي فيها سامبل، هنايا ما درت فيها لا طرزه لا والو، بغيتها تكون سامبل باش ما تكونش مشارجيه بزاف، لان هنا تبارك الله ما شاء الله. شوفوا لي اللوينات كيف دايرين، عرفتوا؟ لورونج مع الصفيفر مع التركوا مع هاد الازرق الملكي خطيرين بزاف البنات، والله العظيم زعما انايا عجبني الحال، تنشوف راسي في الفيديو عجبوني اللوينات واعرين، اختاريت غير اللوينات الواعرين ديال هاد الصيف، داكشي الطوب، تنشكر فراسي زعما كيف. المهم البنات هانتوما خواتاتي الفنات الغزالات، اللي بغات هاد الجلابة هادي ديسبونيبل البنات، دخلوا الواتساب وتواصلوا معايا. هادي البنات راه فيها التوب ديالها كخيب، من الكخيب النوع الممتاز النوع الجيد، يعني النوع الغالي فيه، ملاقية بالعقيق. وهنايا انا نوري لكم، شفتوا؟ هادي منبسة بالعقيق البنات، ديزيسبخاس والعقيق، وهنايا كتجي هابطة حتى لتحت حتى هي بالعقيق، وفيها فتيحات البنات، فيها فتيحات من التحت
اللي ما بغاتش افتتاحات راه ما ندير ليهاش افتتاحات، يعني كيبقى كل واحد الاذواق تختلف، كل واحد الذوق ديالو. شفتوا هذه راه مخزنيه كيكون شويه هنايا هابط ليها وليني واعره. ندوزو دابا للجلابه الاخرى البنات، قلت لكم راه دهاز عروسه وصافي. ها اما الضو ما تيبينش لك تي مزيان. دابا نسالي ونجيبها حتى لعندك تشوف هذه ديال النمر. ها انتم البنات هذه ثوب حريري ديال النمر وفيه الحجر محجر، ها هو الحجر. شفتوا واش كيبان لكم ولا لا؟ المهم راه ما باينش لكم نتوما مزيان، ولكن راه الثوب ديالو حجر. غادي تلقاو بلاتي بعد الاضاءه تجي، غتلقاو في صباح بيوتي شوب، وغادي نصور لكم فيه هاد الحجر، فيه من الثوب النيت. هذا الثوب منمر بالحجر، شي حاجه كاليتي واعره، يعني واخا الثمن ديال الثوب يعني شويه غالي، ولكن كاليتي ديالو زوينه. وتا هو حريري، حريري البنات زوينه. ودي تيسعي شويه باش اللي ما جاتش يدك. سمعتها قالت لي عاود تيسع. يا بحال هذيك الجلابيه درك مشات هذيك. قالت لي تيسع باش يولي يجي قداش، نولي نخيط لي ولمي ثوب واحد. المهم البنات، المهم البنات ها انتم هذا منمر، ودا هنايا مخيط بالرامده، الرامده بالعقيق، الرامده بالحجر. ما بقاش تقردي القرده في هذا الجلاب. اما راه كنصور ماشي القرده دابا حتى نشوفو في الجلال ماشي في القرده. ها انتم البنات وهنايا شفتوا الكميمات ديالها حتى هما، وفيهم الحجيرات هنايا. وصراحه هاد الجلابه هادي غير مع الاضاءه وسميتو ما تعطاتهاش حقها مزيان، اما هي راه كتجي واعره زوينه. شوفوا القب، شفتوا؟ المهم حتى هادي حتى هي يعني ديسپونيبل سيغ كوموند البنات. هذا الثوب ديال النمر وهو محجر، فيه الحجر بالرانده، الرانده حتى هي فيها الحجر، فيها العقيق. دوز لكم دابا الخضيدره الوان اراك من بعيد، هما اللي يعني دارجين في هذا الصيف هذا. انا نوريها لكم. هانا يا البنات، وانا وكثرت لكم من هنا، لحقاش راه عاجبيني الموديلات الصراحه، عجبوني وحمقوني سطاوني. شوفوا هذه كيف دايره، شفتوا هذه فراشه. تجي بحال الفراشه، المهم غزاله البنات. هذه كتحمق الثوب ديالها دائما من ثوب النوع ديال الكريب، داك النوع الممتاز يعني النوع الجيد. شوفوا الكميمات فيها كيف دايرين، كيتعقدوا هنايا. درتهم انا بحال الوريده صراحه، ماشي انا اللي درتهم، نادى الله يبقي على الستر اللي عقدتهم ليا. هادي راه حمقات نادى، عرفتي دابا مشيت عندها قلت لها عقدي لي، قالت لي ناري ماما واعره. نادى ندير لك بحالها تي ونورها. شفتوا والقب، شوفوا كيفاش كتجي هادي. عرفتوا الفصاله ديالها، الشكل ديالها وغزاله كتحمق، خاصني لها غير صناديله عاليه. وها انتم شفتوا، ولكن كتجي واعره. شفتوا الصيفيه بامتياز، وشوفوا اللوينات اللي هنايا، فيها الغوز، فيها الزرق ملكي، وفيها الخضيدر هذا اللوين هذا، ولي زيستراس البنات، والحجر معمره. شفتوا عرفتوا هاد اللوينه البنات، غير ما باينش تقريبا مع الاضاءه تما. المهم انايا هنايا في المري دايره واحد المري واعر واعر واعر، لان حتى البالكو ما عطينيش الاضاءه مزيان. غتكون درت ليها اون فاسي مع لاكور يجي واعر البنات. عجبت جبت لكم هنايا باش تشوفوا اللون ديالو، لحقاش قبيله راه ما باينش مزيان، ما معطيش حقه مزيان. شفتوا الواليده راه جالسه كاش قالت في القرطه، شفتوا الشكل ديال
واللوية اللوية اللي كيحم قلبنا تاعو. شفتوا اللوية كيف دايره مع الإضاءة قويلة اللي هي مع لاكو مع السيجور ما كيبانش الإضاءة مزيان. إيوا البنات، أنا عقب جلست هنايا باش نكمل معاكم ونختم معاكم الفيديو، تشوفوا التحضيرات الناس اللي متواجد في الكيكة اللي تيوجد. المهم أن داكشي اللي قدرت عليه وجدتو شي حاجة اللي بسيطة عادية. وكنشكر الاخت نعيمه بزاف بزاف على الحليوات اللي صيفطات ليا، الله يقوي خيرها. غادي تلقاو الرقم الهاتف ديالها في صندوق الوصف وفي اول تعليق البنات. وبالنسبه للجلال اللي بغات اي حاجه مرحبا والف مرحبا، يعني سيغ كوموند هادو البنات بالفصاله اللي نتوما بغيتو، ولا سواء مخزنيه او لا ايفاز، يعني كل وحده واشنو كتختار اشنو كتبغي. وبالنسبه للعبار حتى هي كتكون على حساب العبار اللي غادي تعطيوني البنات هكا باش كيكون يعني سوغ كوموند. هاتوما تنظروا نقول لكم هاتوما. المهم تخليو لي التعليقات ديالكم الفنات الغزالات ديالي، وها هما يا خواتاتي يا حباباتي يا صحاباتي التحضيرات ديالي العيد. هي هذه هي الحداقه بمعنى الكلمه، مصبقه راسي مصبقه باللبس هو الاول. المهم البنات ها انتما التحضيرات ديالنا ديال العيد. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله على القناه ونشوفوا كيفاش غادي تكون الاجواء ديال العيد وفين غادي ندوزوه، واش هنا ولا في شي بلاصه اخرى. تسناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. امح عليكم وعيدكم مبارك سعيد باش ما تمنيتو ان شاء الله.